ليكني اجيت. راوية راوية يا حبيبة قلبي. سيد نجاتي، جينا لناخد اغراض البنت، فيك تودعها هلا لانه رح ناخدها معنا. لا تتركني بابا، ما بدي روح معهم، بدي ضل معك انت. ما رح خليكم تاخدوها، ما رح خلي حدا ياخد ولادي. اخ نجاتي لا تعمل هيك، راوية رح ترجع لك، بس هلا لازم تروح معهم. سيد نجاتي شوف حالتك كيف، رجاء لا تعطل لنا شغلنا. نجاتي شو عم بتساوي؟ اترك هالسكين. اخي نجاتي لا اوعك تعمل هيك. انا ما رح اعطيكم بنتي، ما رح اعطيكم بنتي ابدا، ما حدا يقرب علي ابدا. اترك السكين نجاتي، خلينا نحكي بهدوء مع بعض، بعدين شفت بعينك ما حدا هون بده يأذيك او بده يأذي ولادك، مو هيك سليم؟ لك اتركوني بابا، اتركوني، ما بدي روح بابا. بنتي بنتي بابا اتركوا راوية، اتركوا يا بنتي، ولك عملكم اتركوا. حبيبتي راوية، نحن هون بدنا نساعدك ونكون جنبك، وانت رح تضلي هون لحتى أبوك يتعالج من الإدمان. اضطرينا نبعدك عنه وهو بهالحالة، لأنه إذا ما عملنا هيك كان أبوك بحياته كلها ما قبل إنه يتعالج. إيه بس نحن ما اشتكينا لحدا، نحن مبسوطين مع أبي، أنتوا جبتوني لهون بالغصب، أنا ما كنت بدي أجي معكم. يا ريتك ما جبتني لهون يا سليم، عم أتضايق كتير، كان فيني عالج حالي شوي شوي وبطله واخلص من هالإدمان. ما بتقدر تضحك على حالك أخي نجاتي، أنت بتعرف أنه ما رح تقدر تتعالج إلا إذا كنت بالمصح، بعدين ما عندك وقت كتير حتى ترجع راوية. لو كان عندك إرادة كنت رح تتعافى، بس بإذن الله كل شي رح يرجع مثل الأول وأحسن. أنا مدير راوية، تفضل. عن جد؟ رح تبعتوه على أدا بازار؟ طيب طيب، إمتى ما بدكم فيكم تجوا تاخدوا وراءها؟